سفر إرميا الأصحاح الرابع عشر. وقال الرب لي: لا تصلي لأجل هذا الشعب للخير، حين يصومون لا أسمع صراخهم، وحين يصعدون محرقة وتقدمة لا أقبلهم، بل بالسيف والجوع والوبأ أنا أفنيهم. فقلت: آه أيها السيد الرب، هوذا الأنبياء يقولون لهم: لا ترون سيفا ولا يكون لكم جوع، بل سلاما ثابتا أعطيكم في هذا الموضع. فقال الرب لي: بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي، لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم، برؤيا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم هم يتنبؤون لكم. لذلك هكذا قال الرب عن الأنبياء الذين يتنبؤون باسمي وأنا لم أرسلهم، وهم يقولون: لا يكون سيف ولا جوع في هذه الأرض، بالسيف والجوع يفنى أولئك الأنبياء، والشعب الذي يتنبؤون له يكون مطروحا في شوارع أورشليم من جرى الجوع والسيف، وليس من يدفنهم، هم ونساؤهم وبنوهم وبناتهم، وأسكب عليهم شرهم. وتقول لهم هذه الكلمة لتذرف عيناي دموعا ليلا ونهارا ولا تكفى، لأن العذراء بنت شعبي سحقت سحقا عظيما بضربة موجعة جدا. إذا خرجت إلى الحقل فإذا القتلى بالسيف، وإذا دخلت المدينة فإذا المرضى بالجوع، لأن النبي والكاهن كليهما يطوفان في الأرض ولا يعرفان شيئا. هل رفضت يهوذا رفضا أو كرهت نفسك صهيون؟ لماذا ضربتنا ولا شفاء لنا؟ انتظرنا السلام فلم يكن خير، وزمان الشفاء فإذا رعب. قد عرفنا يا رب شرنا، إثم آبائنا، لأننا قد أخطأنا إليك. لا ترفض لأجل اسمك، لا تهن كرسي مجدك، اذكر، لا تنقض عهدك معنا. هل يوجد في أباطيل الأمم من يمطر؟ أو هل تعطي السماوات وابلا؟ أما أنت هو الرب إلهنا؟ فنرجوك، لأنك أنت صنعت كل هذه. الأصحاح الخامس عشر. ثم قال الرب لي: وإن وقف موسى وصموئيل أمامي، لا تكون نفسي نحو هذا الشعب، اطرحهم من أمامي فيخرجوا. ويكون إذا قالوا لك: إلى أين نخرج؟ أنك تقول لهم: هكذا قال الرب: الذين للموت فإلى الموت، والذين للسيف فإلى السيف، والذين للجوع فإلى الجوع، والذين للسبي فإلى السبي. وأوكل عليهم أربعة أنواع، يقول الرب: السيف للقتل، والكلاب للسحب، وطيور السماء ووحوش الأرض للأكل والإهلاك. وأدفعهم للقلق في كل ممالك الأرض من أجل منسى بن حزقية ملك يهوذا، من أجل ما صنع في أورشليم. فمن يشفق عليك يا أورشليم؟ ومن يعزيك؟ ومن يميل ليسأل عن سلامتك؟ أنت تركتني، يقول الرب، إلى الوراء سرت، فأمد يدي عليك وأهلكك، مللت من الندامة. وأذريهم بمذرات في أبواب الأرض، أثكل وأبيد شعبي، لم يرجعوا عن طرقهم، كثرت لي أراملهم أكثر من رمل البحار، جلبت عليهم على أم الشبان ناهبا في الظهيرة، أوقعت عليها بغتة
رعدة ورعبات. ذبلت والدة السبعة أسلمت نفسها، غربت شمسها إذ بعد نهار، خزيت وخجلت. أما بقيتهم فللسيف أدفعها أمام أعدائهم، يقول الرب. ويل لي يا أمي لأنك ولدتني إنسان خصام وإنسان نزاع لكل الأرض. لم أقرض ولا أقرضوني، وكل واحد يلعنني. قال الرب: إني أحلك للخير، إني أجعل العدو يتضرع إليك في وقت الشر وفي وقت الضيق. هل يكسر الحديد الحديد الذي من الشمال والنحاس؟ ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، لا بثمن بل بكل خطاياك وفي كل تخومك. وأعبرك مع أعدائك في أرض لم تعرفها، لأن نارا قد أشعلت بغضبي توقد عليكم. أنت يا رب عرفت، اذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدي. بطول أناتك لا تأخذني، اعرف احتمال العار لأجلك. وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، من أجل يدك جلست وحدي، لأنك قد ملأتني غضبا. لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة؟ لذلك هكذا قال الرب: إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، وإذا أخرجت الثمين من المرذول فمثل فمي تكون. هم يرجعون إليك وأنت لا ترجع إليهم، وأجعلك لهذا الشعب صورة نحاس حصينة، فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني معك لأخلصك وأنقذك، يقول الرب. فأنقذك من يد الأشرار وأفديك من كف العتاة. الأصحاح السادس عشر. ثم صار إلي كلام الرب قائلا: لا تتخذ لنفسك امرأة، ولا يكن لك بنون ولا بنات في هذا الموضع، لأنه هكذا قال الرب عن البنين وعن البنات المولودين في هذا الموضع، وعن أمهاتهم اللواتي ولدنهم، وعن آبائهم الذين ولدوهم في هذه الأرض. ميتات أمراض يموتون، لا يندبون ولا يدفنون، بل يكونون دمنة على وجه الأرض، وبالسيف والجوع يفنون، وتكون جثثهم أكلا لطيور السماء ولوحوش الأرض، لأنه هكذا قال الرب: لا تدخل بيت النوح ولا تمضي للندب ولا تعزهم، لأني نزعت سلامي من هذا الشعب، يقول الرب، الإحسان والمراحم. فيموت الكبار والصغار في هذه الأرض، لا يدفنون ولا يندبونهم ولا يخمشون أنفسهم ولا يجعلون قرعة من أجلهم، ولا يكسرون خبزا في المناحة ليعزوهم عن ميت، ولا يسقونهم كأس التعزية عن أب أو أم، ولا تدخل بيت الوليمة لتجلس معهم للأكل والشرب، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: هأنذا مبطل من هذا الموضع أمام أعينكم وفي أيامكم صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس. ويكون حين تخبر هذا الشعب بكل هذه الأمور أنهم يقولون لك:
لماذا تكلم الرب علينا بكل هذا الشر العظيم؟ فما هو ذنبنا؟ وما هي خطيتنا التي أخطأناها إلى الرب إلهنا؟ فتقول لهم: من أجل أن آباءكم قد تركوني، يقول الرب، وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها، وإياي تركوا، وشريعتي لم يحفظوها، وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم، وها أنتم ذاهبون كل واحد وراء عماد قلبه الشرير حتى لا تسمعوا لي، فأطردكم من هذه الأرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم ولا آباؤكم، فتعبدون هناك آلهة أخرى نهارا وليلا حيث لا أعطيكم نعمة. لذلك ها أيام تأتي، يقول الرب، ولا يقال بعد حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض مصر، بل حي هو الرب الذي أصعد بني إسرائيل من أرض الشمال ومن جميع الأراضي التي طردهم إليها، فأرجعهم إلى أرضهم التي أعطيت آباءهم إياها. سفر المزامير، المزمور 80. يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأم، يا جالسا على الكروبين أشرق قدام أفرايم وبنيامين ومنسة، أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل، جعلتنا نزاعا عند جيراننا وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض، غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البري. يا إله الجنود ارجعنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك ولبن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار مقطوعة، من انتهار وجهك يبيدون، لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص. سفر الأمثال، الأصحاح 25. هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ، أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، الأصحاح 2.
فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا، إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأب لأولاده ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فإنكم أيها الإخوة صرتم متمثلين بكنائس الله التي هي في اليهودية في المسيح يسوع، لأنكم تألمتم أنتم أيضا من أهل عشيرتكم تلك الآلام عينها، كما هم أيضا من اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن، وهم غير مرضين لله وأضداد لجميع الناس، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. وأما نحن أيها الإخوة فإذ قد فقدناكم زمان ساعة بالوجه لا بالقلب، اجتهدنا أكثر باشتهاء كثير أن نرى وجوهكم، لذلك أردنا أن نأتي إليكم أنا بولس مرة ومرتين، وإنما عاقنا الشيطان، لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا. الأصحاح الثالث. لذلك إذ لم نحتمل أيضا استحسننا أن نترك في أثينا وحدنا، فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إيمانكم، كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات، فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا، لأننا لما كنا عندكم سبقنا فقلنا لكم إننا عتيدون أن نتضايق، كما حصل أيضا وأنتم تعلمون. من أجل هذا إذ لم أحتمل أيضا أرسلت لكي أعرف إيمانكم، لعل المجرب يكون قد جربكم فيصير تعبنا باطلا. وأما الآن فإذ جاء إلينا تيموثاوس من عندكم وبشرنا بإيمانكم ومحبتكم، وبأن عندكم ذكرا لنا حسنا كل حين، وأنتم مشتاقون أن ترونا كما نحن أيضا أن نراكم، فمن أجل هذا تعزينا أيها الإخوة من جهتكم في ضيقتنا وضرورتنا بإيمانكم، لأننا الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب، لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إلهنا، طالبين ليلا ونهارا أوفر طلب أن نرى وجوهكم ونكمل نقائص إيمانكم. والله نفسه أبونا وربنا يسوع المسيح يهدي طريقنا إليكم،
والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن أيضا لكم، لكي يثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسيه.